عليها الأسئلة الكلية الكبرى التي نحتفل بها عام السنة، ونحتفل بعيد الفطر أيضا لما نحتفل بالولاية الصوفية بقداس الزينين سبتة الميلاد. وعيد الفطر له أسماء عديدة يسمى عيد الإبتدائية أو عيد الظهور الهلالي أو عيد الزوفانية الظهور الهلالي وعيد الأنوار أو عيد النور أو عيد العباد أو مشهور بكثرة باسم عيد الوطاس. والفرح الذي نحتفل به في عيد الوطاس هو فرح عميق البارين وله جوانب ثلاثة يمكن أن نسميه عيد الفرح الثلاثي. فهناك الفرح على مستوى التاريخ، وهناك الفرح على مستوى الكتاب المقدس، وهناك الفرح أيضا على مستوى الروح أو مستوى الكنس. عيد الفطر هو عيد الفرح على مستوى التاريخ بظهور يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان كان شخصية مرغوبة في المجتمع اليهودي، وكان يوحنا المعمدان شخصا غريبا لأنه ظهر للمجتمع وله شكل معين وله طعام معين، وكان ظهوره كما سمعنا في شهر كياس